وما نشريش هذا الشيء من توج مغير ديال سنترال. الناس اللي مقاتلينهم الله يهديهم، كنقول لهم يعطونا مبرر واحد، واش دافعهم شي واحد عاطيهم الرشوه؟ والله الله اعلم. اما حيت انا ملي نسول شي واحد ما كنلقاش عنده جواب. انا عم قاطع صافي، شفت الناس مقاتلين انت انا مقاطع، وشنو هو؟ انت شنو انت؟ انت ماشي بنادم اللي صك كتصك، انت ماشي بنادم، راه كنتي بنادم وعقلك ركز وقول هذا سونترال مالها مسكي، هذا الحليب مالو؟ دي نص سيترو ديال الحليب ديال سونترال، ودي نص سيترو ديال الشركات الاخرين، ويفوت ويولي بيريمي تلقاي ديال سونترال ولا رايب، والاخر تلقاي خانز. هذه مجربه وانا خدام في هذا القطاع، كنقول لك الجوده والناس اللي صاهرين عليها ناس اكفاء، ناس اكفاء وباغيين ينوضوا بهذا القطاع، ولكن باغيين سيدنا يعاوننا باش ينوضوا بهذا القطاع. وهذا القطاع وهذا القطاع هذا القطاع راه ديال الملك ديال محمد السادس، ما ديال حتى واحد. نعم يعني احنا كان انا كنكون شتي، انا كنكون جايب الصاك ديال الخدمه كيعايروني، شتي احنا جالسين في لوزين كيضربونا بالحجر، كيضربوا بالقناع يدوا الزاج، كيلوحوا من السور، حشومه شي حشومه هادشي.